زكريا مهندس دولة في تربية المائيات وحامل لمشروع مصغر في هذا المجال. في مزرعة بيداغوجية اختار من خلالها تربية سمك البلطي عبر تقنية متطورة وعصرية. المشروع في طريق التجسيد بعد دراسة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية. مشروع أكواكلين هو عبارة عن انفيرم بيداغوجيك، يعني مزرعة بيداغوجية. النشاط الأساسي في تربية الأسماك المدمجة، يعني النشاط الأساسي راح يكون تربية السمك البلطي بقدرة إنتاجية حوالي 20 طن في السنة، وراح تكون يعني تقنية زراعة أيضا أكوابوني يعني مدمجة مع هذا المشروع. تواصلنا مع لاناض، إن شاء الله راح يكون تمويل المشروع عن طريق لاناض. دراسة مشاريع تربية المائيات والموافقة عليها تتم من قبل لجنة انتقاء وتموين المشاريع على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية، على أن يكون لطالب المشروع تكوين مسبق. La préparation تاع الملف تكون à l'avance، يعني le jour وين le jeune هذا ولا هذا le porteur du projet هذا يتقدم للوكالة، تكون هناك دراسة أولية نتاع المشروع من طرف المرافقين، يكون هناك تكوين أولي يعني قبل ما يجوز السي اس في اف، يتكون من طرف مكونين وين حتى في لافان نتاع لا فورماسيون تاعو هو لوي ميم يدير لو بيزنس موديل كانفا ولا ليتيود تكنيكو ايكونوميك نتاعو، ومن بعد الوقت اللي يجوز للسي اس في اف ولا لجنة انتقاء وتموين المشاريع يكون واجد سي بون، يكون عارف لا رونتابيليتي لو روندمون دو بروجي تاعو. طلبات عديدة لمشاريع تقدم بها شباب لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، مشاريع هي ثمرة اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية وكذا الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وكالة تاع لونجام ووكالة تاع لاناض اللي راه عندنا اتفاقية معاهم اللي تضم بين الوكالتين 2000 مشروع، 1000 مشروع يعني هو تاع لونجام و1000 مشروع آخر مع لاناض. رانا نبذلوا جميع الجهود نتاعنا من أجل تجسيد هذه البرامج ميدانيا. استقطاب الشباب لخلق مشاريع في تربية المائيات يأتي مواكبة لمسعى الحكومة في دعم هذا المجال، لا سيما بتبسيط الإجراءات الإدارية. مواكبة الديناميكية التي تطلقها الحكومة لإطلاق مشاريع مصغرة، وهذا بالمرافقة التقنية وبالتسهيلات الإدارية. تربية المائيات مجال واعد يستقطب الكثير من الشباب خصوصا الطلبة المتكونين، مجال من شأنه خلق ثروة اقتصادية بفتح مناصب العمل وتنويع ورفع كمية المنتجات البحرية ببلادنا.